مع وجود هذه التنبيهات تكون عونا ومساعدة لنا في تحقيق تصفيتنا من أنواع الذنوب ومن أنواع المعاصي. القوة على ذلك بقوة الانكسار للحق جل جلاله والصدق اللجأ إليه والرجوع إليه سبحانه وتعالى هو الأساس، ثم استحضار شؤون الوعد والوعيد في الكتاب والسنة وما ذكر عن نتائج ثواب الأعمال الصالحة وعقاب العقاب على السيئات، يجب أن يكون مستحضرا ومترددا على الذهن ومفكرا فيه ومنصرفا إليه. فهذا أساس في ابتعاثي شاني التحقق بحقائق التوبة وما للحاح على الله تبارك وتعالى، فإنه قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلما أكرمهم من عنده بسابق التوبة صحت وقويت وثبتت التوبة منهم. فحسن الالتجاء إليه جل جلاله وتعالى في علاه وما أرشدنا إليه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، ما يستغفر الله يستحضر عظمة هذا الإله وأنه وحده الذي يؤاخذ على الذنب ووحده الذي يغفر، وأنه نادم على ما كان منه وراجع إلى هذه الله وعازم أن لا يعود إليه. هذا معنى ثم يستغفر الله، يجد الله غفورا رحيما، كما نجد قال التواب الرحيم في الآية الأخرى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. وهذا المجيء إليه عليه الصلاة والسلام ما كان في أيام حياته الدنيا من الحضور بين يديه وطلب الاستغفار منه وطلب الدعاء والتوبة على يده، وما كان من معنى المجيء على وجه العموم، المجيء للرسول صلى الله عليه وسلم، المجيء إلى سنته، المجيء إلى هديه، المجيء إلى ورثته، المجيء إلى إرشاده وتعليمه وما خلفه فينا، المجيء إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة والسلام عليه، جاءوك فاستغفر لهم الله واستغفر لهم الرسول. أما استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت أنه يكون منه في البرزخ وفي عالم البرزخ وحياة البرزخ كما كان في عالم الدنيا، وهو القائل حياتي خير لكم موتي خير لكم، ما رأيت من خير حمدت وتعرض علي أعمالكم فبجدت من خير حمدتم ما رأيت غير ذلك استغفرت لكم. فيستمر ذلك الاستغفار لكل المستغفرين ولما يعرض عليه، فكيف إذا عرض عليه مع ذنب هذا المذنب صلاة عليه، وعرض عليه مع ذنب هذا المذنب رجوع إلى سنته وقراءة لتركته التي خلفها وولاء لأحبابه ورثته، أما يكون هذا أدعى لأن يستغفر له، فيكون استغفار له بعناية أكثر لأنه مع عرض الذنب عليه عرض مع ذنب المذنب رجعت المذنب إلى سنته إلى هديه إلى شريعته إلى ورثته إلى كثرة الصلاة والسلام عليه، فذلك من باب أولى أن يكون صلى الله عليه وسلم مستغفرا له في برزخه عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيما أشرتم إليه من انكسار القلب وهو سبب قوي، وفي أخينا وبعد ذلك هذا التذكر لأمر المصير حتى يصير حاضرا في الذهن، وابتعاث الأشواق إلى القرب من الخلاق ومرافقة أحبابه في حضرات الاقتراب بعث هذا الشوق بحسن التأمل والتذكر، هو السائق الذي يسوق الإنسان أو يقوده إلى التحقق بحقائق الإنابة والتوبة والخشية. والحق تعالى إذا رأى من العبد صدقه وكثرة عودته إليه مد له يد عونه ورعايته سبحانه وتعالى حتى يحول بينه وبين الذنوب، وعند تحقق القلب بالسجود للرب يكون من أبعد الخلق عن الذنوب والمعاصي.